يوم النهاردة هنبدأ من إيرفين روميل، القائد الألماني الدهية اللي لقب بثعلب الصحراء لما قاد دول المحور في الحرب العالمية الثانية سنة 1939. وبرغم انتصاره في معارك أسطورية إلا أنه خسر الحرب أمام الحلفاء بقيادة البريطاني مونتجومري. أنا سمعت أن روميل ده كان حكاية وكان محارب في الحرب، لدرجة أنهم قالوا أنه كان متواجد في كل حتة في نفس الوقت. لكن بالرغم من كده دول المحور انهزمت في الحرب، وروميل كانت نهايته مأساوية جدا ومات منتحر بمسدسه. بس دي المتحف الوحيد تيجي أجانب هنا عشان تزوره. لا مش المتحف وبس، ده الشاطئ كمان مكتوب باسم روميل. مش غريب انك تلاقي شاطئ ومتحف باسم قائد اجنبي هنا في مطروح، ده الاغرب انه القائد المهزوم مش المنتصر. اولا روميل ما خسرش الحرب لعدم كفاءته او حتى كفاءة عدوه، لكنه خسرها بسبب عدم توفر الدعم الجوي. وبعدها كانت الدعاية البريطانية اللي جعلت مونتجومري اسطورة لهز معنويات روميل. ويا ترى ايه السر في اختيار المكان ده بالذات؟ ببساطة لأنه المخبأ اللي كان روميل بيضع فيه الخطط العسكرية طوال الحرب. عشان كده في المتحف فيه بدلته العسكرية ومقتنياته، وكمان الخريطة اللي كانت دليله في الحرب طبعا. أول حاجة ممكن تلفت نظرك على كورنيش مطروح هي اللاند مارك، ودي جدارية لكن شكلها المبهر والمميز بيخليها من أجمل الجداريات في مصر. أنا أعتقد أن الجدارية جمالها الحقيقي فإنك تشوفها مع ألوان البحر الساحرة، ومن غيره ما كانتش هتدي الإحساس الرائع ده.